أهلا أصدقائي، حياكم في قناتي. اليوم راح نتكلم عن نبات الدفنبخية. أصدقائي طبعا، المشتركين الجدد والأصدقاء الجدد، المشاهدين الجدد، اشتركوا حطوا لايك. اليوم راح أتكلم عن نبات الدفنبخية، أشكال وأنواع في مجموعتي وعلى جو بيتي اللي هو بارد ناشف، اعتمد على إضاءة البيت، ما عندي شمس. فشوفون هذه الحديقة اللي داير مداري وفيها أنواع من النباتات. اليوم حبيت أتكلم عن نبات الدفنبخية. سهلة وجميلة، أوراقها كبيرة. أنا أول ما أتذكر يعني من زمان شدني فيها إن أوراقها كبيرة. كنت متعودة على البوتوس وكذي إنها صغار، ورقهم صغير، بس كان أشوف إن هذه ورقتها عودة. قلت واو. وقتها ما كان عندي هذه المجموعة، بس إن كان عندي شوية نباتات وكلهم ورقهم صغير اللي إحنا متعودين عليه. طاحت عيني على هذه ورقتها كبيرة، قلت واو جميلة. والأمانة شريت أكثر من مرة، وطبعاً مع خطأ في الإرشادات من محلات قبل اليوتيوب قبل الإنترنت، كانوا يقولون الشقي مرة بالأسبوع، وهي على إضاءة البيت وهي بجو البيت. طبعاً إحنا بالكويت دولة حارة وديرتنا حارة، إحنا دائماً السنترال شقة 24 ساعة حتى بالشتاء، فالجو البيت بارد ناشف من السنترال. وحسب المكان اللي أنا حطتها في البيت، بيتي بغرفة الطعام، ما عندي شبابيك فما عندي شمس، فمعتمدة اعتماد أساسي على إضاءة البيت. شنو معناته؟ إن التربة ما تنشف عندي بسرعة، وإن الإضاءة اللي موجودة إضاءة البيت العادية، مهي جرو لايت، مهي ضوء شمس، فتنشف معاي التربة مثل ما قلت لكم بشكل بطيء. أنا حافظ على نظافتها وحافظ على كل شيء، وهذا الحمد لله أنها نشفت بعد شهر. فأنت تقول لي بعد كل أسبوع أسقيها ماي وهي مو ناشفة تربتها؟ غلط. هذا اللي كان يسبب معاها اصفرار الأوراق، تعفن الجذور وكل شيء، وكانوا يموتون أغلب نباتاتي قبل لا أنا أعرف الإنترنت، كانوا يموتون. وأنا أقول يا ربي ليش ماتوا، وليش سالفة نباتاتي كلها تموت، كلها صفرة، كلها من السقي كل أسبوع، وإحنا ما عندنا شمس. فإذا أنتوا عندكم شمس، أتمنى لكم كل التوفيق بكل نباتاتكم، إن شاء الله تكون طبعا أحلى من نباتاتي. خلونا بنباتاتي اللي أنا راح أتكلم فيها اليوم، اللي هي الدفنبخية. مثل ما أنتوا شايفين فيها نمو جديد، وهي هذه من الأرض لهني، هم أنا قاعدة على كرسي فهذا ارتفاعها، لكن نشوف شنو صار معي. هي النبتة هذه قديمة عندي من زمان، فلاحظت فيها ان هي وهي قاعده تصعد هني ضعفت. نشوف هني الساق شلون متين، ورد هني صار ضعيف، ورد مره ثانيه صار سميك. لكن بس هذا يسبب لها مشكله، اذا ما ساعدتها بهذا راح تميل مني ومني، وبسرعه راح ينكسر، هذا راح يكون حده حساس وسريع الكسر. فقمت ثبتها مثل ما انتم شايفين، لكن وهي قاعده تصعد تقط لها اوراق يمين ويسار، اي ورقه مني تطيح، اي ورقه تطيح. تشوفون كل هذه النواشف من الأوراق اللي طاحت، لكن جذورها ممتازة والساق أخضر وجميل وكل شيء، والأوراق تطلع بهذا الشكل الجميل. قاعد ثنتين، وهذه الثالثة هي النمو الجديد، وقاعدة تصعد الأخت، ما قاعد تطلع ورق بالساق اللي هي بتروح لفوق، فأنا خالف. عجبتني وحبيتها لما أنا عرفت لها، قلت شنو يا عائشة وانتو عارفين هذا الشيء، كررتها لأني حبيتها، جميلة جدا، سهلة الرعاية والاهتمام. ليش نقول سهلة الرعاية والاهتمام؟ السهلة الرعاية والاهتمام يعني تعيش على إضاءة البيت، من كذي سهلة، وتحب نشفان التربة، يعني سافرة سافرة اسقوها وسافرة وشهر بتيون ما عندها أي مشكلة. سهلة الرعاية والاهتمام عشان هذه الأسباب. نظفوا لها أوراقها بين فترة وثانية، دشوها حطوها تحت الشاور ونظفوها، أو هذه قطعة الخام اللي ننظف فيها الأوراق علشان تمتص إضاءة أكثر. نشوف الأخضر شلون جميل، ونشوف شلون سبحان رب العالمين النقش اللي فيها جميل حلو،
وهذه من انواع الدفنباخيه، ما اعرف اساميهم لكن اعرف اشكالهم. كلهم دفنباخيه اللي راح اوريكم اياهم، شوفوا لانها جميله كثرت منها. هنشوف هذا الحجم الممتاز بحوض الديكور اللي انا ميزتي اني انا احط بحوض الديكور. ليش ميزتك؟ لان مثل ما قلنا هذا حوض المشتل وهذا الحوض الديكور. انا ما ابي اشوف حوض المشتل، ابي اشوف حوض الديكور شكل جمالي عندي في البيت، عشان لا يصير الرف كله هذا الشكل او العناب او البني او ما ادري منه. ابي اشوف هذا على حسب الالوان اللي انا مختارتها. فحوض الديكور طبعا له ميزه وله فائده كبيره بالنسبه لي، غير انه هو جمالي، غير يفيدني بالسقي. ونشوف هذه واحده، ونشوف شنو بعد. هذه اصدقائي بعد نفس النوع نفس الشكل وحجم اصغر وفيها النمو. ونشوف ثنتين هالمره، ورقتين قاعد يتبطلون لان هذه تبطلت، فهذيلا قاعدين يتبطلون. وهذه هي والدفن باخيه عموما كلهم اللي راح اوريكم اياهم. السقي عندنا شفان التربه التام على اضاءه البيت، بين فتره وفتره انظف لهم الاوراق، امسحها لهم، حافظ على نشفان سطح التربه، فاسقي من تحت عشان تكون سطح التربه ناشف يحميها من الحشرات. هذه كررت منها وايد لما شفت الحلوه هذيك الطويله شلون صارت، قلت جميله وحلوه وورقها كبير، فقلت اكرر من النوع اللي يعيش عندي. من كذي تشوفون الحديقه عندي مدرسه. هنشوف بعد نوع ثاني دفن باخيه، شفنا الفرق شلون بالورق، جميله وحلوه ومن داخل فيها اكثر من وحده، وحده ثنتين ثلاث اربع. نشوفهم، هذه وحده، هذه وحده ثنتين ثلاث، وهذه الرابعه. جميلين حلوين، والورق كبير والتبرقش سبحان رب العالمين، وكل شيء فيها جميل وحلوه. والسقي نفسه على اضاءه البيت بدون جرولايت بدون اي شيء بدون شمس. شوف الورقه شاطره ومرتفعه وجميله وحلوه، واذا صار فيها اي مشكله قصيت الورقه، اذا صفرت الورقه شلتها. الشكل اللي مو طبيعي انا اشيله، اخلي بس الاشكال الطبيعيه اللي هو هذا هو الشكل الطبيعي مالها. اصدقائي هذه فوق ان جمالها كذي وهذا وقوتها وحلوه وحجم الورق الجميل، حجمها وايد حلو صراحه. من فتره شفت فيها مشكله، تشوفون هذا، شفت ان الطرف اللي قام يصير لين. خير ليش؟ يعني اذا صار الطرف لين واخترب هذا كله راح تروح النبته الاساس، لان هذيلا كلهم عيالها. النبته الاساس الام هي اللي راح تتضرر. فقمت شنو سويت اصدقائي؟ جبت سكين وكان اقص 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 لين شفت ان الطرف شلت مثل اللي غرفته كذي بالسكين، لين شلت كل اللي شفته انه هو متروس ماي او ما ادري شنو قصته. قلت ما راح اخليه مكشوف كذي، اخاف عليها. من ضمن الفيديوهات اللي شفتهم يقولون نستعمل شو اسمه دارسين، ايه دارسين اللي هو السينابون. زين كان عندي انا طبعا بالمطبخ ما عندي سن، عندي سن دارسين الخشب وعندي النوع مال الطباخ وكذي. كان اخذه وحطيته بصحن عشان لا يتلخبط مع اللي انا استعمله، حطيته بصحن وخذيته كذي بيدي وطبطبت عليها طبطبت عليها طبطبت عليها، يمنع عنها الالتهاب، يمنع عنها الالتهاب، يمنع تكون الحشرات، انها لا تنادي الحشرات، واي حشره تفكر انها تطب عليها راح يكون في هذا. وهو ريحته حلو لانه هو دارسين القرفه اظن اللي هو يصير خشب بس انه ناعم لما نطحنه. حطيته هنا والحمد لله ما صار عليها اي شيء، كله جميل. اصلا نشف هذا اللي انا قصيته نظفت لها، نشف ولاصق فيه البودر مال هذا الدارسين، فما شاء الله ما اختلف عليه شيء. كنت ملاحظتها ليكون اختربت ليكون شيء، بس الحمد لله ما فيها شيء. والسقي عندنا شفان التربه التام، ارفعها من حوضها ديكور، صب فيها ماي هني تحت واخليها بالربع الاخير. نفس السالفه الربع الاخير
حط ماي وحطها وانساها، ما اطلعها ولا اشيك ولا شيء، اخليها بموعدها الجاي اسقيها. وهذا الحكي يمشي على كل دفن باخيه، راح اوريكم اياها الحين. نشوف بعد اصدقائي، نشوف هذا النوع من الدفن باخيه. ترى متاكده انه دفن باخيه، سويت لها سيرش وسويت لها جوجل وطلعت انواع الدفن باخيه، شفت اكثر من موقع حاطين انواع الدفن باخيه، ودورت لك وشفت يعني كل ما تطلع لي صوره بالهذا اشيك على نباتي واطلعها واحط الطاوله عشان اي اصور لكم. فهذا النوع طلع عندي دفن باخيه، ما اعرف اسمه ولا حتى يمكن اسمه بالعربي يكون ما ادري شنو هو، بس ان هذا هو نوع من الدفن باخيه. شوفوا الساق، شوفوا نفسه، سبحان رب العالمين. ولانها جميله انا خذيت واحده، لما شفتها عاشت وجميله وحلوه، بعدين عرفت انها دفن باخيه، كان اقوم اروح اجيب الثانيه. حلوين اثنيناتهم لان اللون الاخضر مميز، سهله الرعايه والاهتمام قلت لكم، لان إيه تحب نشفان التربه قبل السقي، فسهله على اضاءه البيت وحلوه وجميله، وكررت منها لان هي جميله. نشوف فيها النمو، ما يطلع النمو اذا هي رطبه، لازم تنشف التربه ونشوف فيها كذي. كل ما ننشفها كل ما نشوف فيها نمو. هذا انا اللي قاعد اشوفه حق نباتاتي، هذا له نباتاتي الجميلين انواع من الدفن باخيه. خلينا نشوف بعد اصدقائي دفن باخيه. جننتني جننتني. زين يا عائشه، لا تاخذين منها اذا هي مجننتك، مجننتك لا تاخذين منها اذا هي اذا مجننتك لا تاخذين منها. ما ادري، لازم اخذ اشوفها بالمحل اقول واو. مو كذي طبعا، هذه قاعده تتعب وقاعده زين تدفن باخيه، وانا ادري حطيتك بحوض فخار، ادري انك تحبين شفان التربه قبل السقي. يلا ايش فيك؟ ليش قطيتي اوراقك؟ واكثر من مره احاول تموت وتموت وتعفن وما ادري منو، وتنقص وتطيح واجذر ولو يوم قلت تعيشين عندي، يعني تعيشين عندي. فهذه كل ما تطلع طرف لين قصيتها وخليتها كذي، والحين اشوف ان هي شويه شدت حيلها، مع ان هذا يبي له قص، بس فيها اوراق قاعده تحاول انها تعيش، قاعده تحاول انها تصير زينه. اوكي خلنا اوريكم هي إيه شلون صايره. تتخيلون من انواع الدفن باخيه، هذه كانت كذي، وانا بكل اصرار الا ابيك تعيشين وان شاء الله تردين تصيرين نفس وضعك هذا. فهذه الحين من خذيتها راح ادير بالي عليك وايد علشان لا تصيرين كذي. فكاهي فيها اطراف صفراء زياده ماي، اخاف زين، مع انه والله ما اسقيها زياده، يعني واحد بالشهر والكميه قليله، بس هي لانها تبي تصير كذي وانا قاعده ادير بالي عليها. فنشوفها من انواع الدفن باخيه، ومن داخل فيها وايد افرع من داخل ما اقدر افصلهم، هم كلهم طالعين من الام، ما ابي افصل لأنه. فخلونا ما يخالف خد تكبر على هذا الشكل، جميله من انواع الدفن باخيه. نشوف التبرقش سبحان رب العالمين على اضاءه البيت ما عندها مشكله، وتحب نشفان التربه قبل السقي وما شاء الله معلش. خلينا نشوف بعد من انواع الدفن باخيه، كلها ابيض، جميله جدا جميله جدا، حلوه حبيتها وايد حلوه، لكن هم هذه شويه عندها سوالف. بس فيها تشوفون اصدقائي كاهي الورقه الجديده. زين وشنو هذا الاصفر؟ احنا مو قلنا ابيض، ليش اصفر؟ تحب نشوفان التربه قبل السقي، ومن كذي ورقتها عوده، واللي قاعد تفتح اكبر، وهذه موجوده كبيره، الصغار اللي تحت. بس هي جميله من انواع الدفن باخيه، تحب نشفان التربه قبل السقي على اضاءه البيت، حطتهم عادي بالاماكن العاديه، وبين فتره ثانيه ارشهم زيت النيم حمايه ووقايه، وامسح بعدين يعني عقبها. لو شفت ان سطح التربه سطح الورقه شويه دهن، بين فتره ثانيه مسحته وبعدين ارشها مره ثانيه علشان حمايه من الحشرات، وانا اخاف من الحشرات. وعلى فكرة أمس لا قبل أمس أظن نزلت شورت اللي هو هجوم البق الدقيقي على النبتة،
هي مو عندي، انا ما توصل هالمرحله عندي من الحشرات، لا. انا واحده وصفقه. فالفيديو هذا النبته هذه كانت واحده دازت لي تقول لي عايشه شنو الحل؟ قلت لها قطيها قطيها قطيها، اذا عندك نباتات وايد وهذه موجوده بهالشكل كلهم راح يصير فيهم نفس الشيء، فالحل ما فيها علاج. هذه تربتها ورقها والطير وكل شيء ويم النباتات كلهم راح يصير معاهم كذي، لان النبته اللي وريتكم اياها فل حشرات فل بق دقيقي، يعني احنا اذا بنرشهم وبنعالجهم راح ينطون يروحون حق النبته الثانيه. فشيليها الله يعوضك باللي احسن منها، وديري بالك من الحشرات، نشوفهم اول باول، ما نخلي الموضوع يوصل لهالدرجه من الانتشار لا بالنبته ولا بالنباتات اللي حوالينا. فاللي سالتني شنو العلاج حق هذه النبته بالذات، القط الزباله صراحه، ما افكر حتى ادششها على نباتاتي ولا اخليها. انا بعض الساعات والله اجيب نباتات من برا، يعني توني شاريتها وكذي، واشوف فيها نتفه اسبحها بزيت النيم واحط عليها خل واحط عليها مدري منو واخليها بعيد، ولين اتاكد ان كلها بس انغسلت من زيت النيم، ذيك الساعه اشيك واشيل اللي اقدر اشوفهم ويبقى محطها شويه بعيده عن نباتاتي، واشوف واتابع اللي يمهم كلهم ارشهم الخلط علشان لا يصير معاي هذا الشيء. نكمل على هذه، ما احب اعالجهم، احب الوقايه قبل هذا، فارشهم بحط خلطه الزيت النيم، واذا شفت ان هم ثقلت عليهم ثقل عليهم زيت النيم امسحهم بين فتره ثانيه عشان لا يتجمع الغبار، وارد مره ثانيه احط لهم الوقايه. هذا نوع من الدفن باخيه. خلينا نشوف بعد اصدقائي، هذا نوع من الدفن باخيه. هم هذه كانت نبته كبيره وما اهتميت انا هالكثر، يعني مو ما اهتميت، يعني توقعت اني انا عرفت حق الدفن باخيه فعملتها نفس الطريقه، وكانت نبته كبيره هذا اللي بقى منها. طبعا هذه محاولات انقاذ اكثر من مره، الاقي ان الجذور دائما تصير رطبه ما ادري ليش، وانا اسقي وانشف التربه وكل شيء بس الاقي الجذور حمراء الجذور بنيه، اقعد اخفف من جذورها واحطها بتربه ناشفه واحط وتابع معها كل شيء، ما قدرت انقذ الام الا من خذيت من هذه، خذيت منها هالقطعه ومعي بعد في واحده ثانيه حطيتها داخل، قلت ما ابي اطلع ثنتين. فالحمد لله انقذتها، هذا نوع من الدفن باخيه وفيها الورقه هذه قاعده تتبطل جميله، وهذه شويه ذبلانه، ما قاعده اشر لان عندي بيدي شيء ثاني. يلا كان هذه شويه ذبلانه بس انا مو يائسه منها، وهني فيها نمو ما ادري شنو هذا. اوكي هذه الورقه الجديده هذه كانت بماي من يومين بس نقلتها حق تربه، تربه هذه متروسه بيرلايت ومتروسه ما ادري شنو على اساس انه تنشف التربه بسرعه، وحطيتها بفخار خايفه عليها، فالحمد لله فتحت معي ورقه جديده وهذيلا هم الاساسيين، وان شاء الله اتابعها وتكون ممتازه وتكبر وتصير مثل ما كانت امها قبل واحسن. هذا النوع من الدفن باقيه جميله، شوف التبرقش شلون صاير حلو، الورقه الجديده اللي قاعده تتبطل. اوكي هذه التجذير اللي ينفع اصدقائي، هذه التجذير دفن باخيه، وريتكم هذا النوع ما ادري اي وحده ما ادري اي وحده، اي المبرقشه اللي عالجتها بالدارسين، قصيت منها طرف قلت ابي الحق عليه خلنا اشوف هل ينفع معاها التجذير بالماي ولا لا. نشوف هذا هذه الورقه شويه تعبانه بس جذرت، بس انا حطيتها للامانه سبحان الله حطيتها يم الجرولايت، فالاضاءه عندها وايد قويه وشكلي الحين معاكم شوفوا توني الحين انا تفاجئت ان فيها، خلنا احط الجلاس شوفوا اصدقائي شوفوا يا سلام تشوفون كهو كهو كهو، هذه ورقه جديده كاهي ما كنت ادري والله، وانا قاعد اقول هذه ورقه تعبانه ورقه تعبانه، توني قلت بقول لكم اني حاطتها يم الجرولايت عشان اشوف شنو هذا، ما شاء الله. والجذور
يعني انا الحين شنو بالقاعده مالت التجذير عندي جذور ورقة جديده ويكون تكون قويه، راح احطها في تربه على طول، راح اكون وايد مستانسه فيها. يعني المبرقشه اللي كذي القويه الثانيه اللي فيها دارسين بس واحده عندي ما كررت لان حجمها شويه كبير، فقلت ما عندي اماكن هذه. حتى هذه قاعده اقول لكم شويه مو هذاك الزود، بس بخليها لان هي بس فيها هذا الطرف ومو هالكثر، يعني مو شاده نفس هذه، بس مساعده هذه، فما راح اقطعها ما راح اقصها، بخليها لين تصفر وتتعب مره واحده ذيك الساعه. بس انا وايد مستانسه على الجذور وعلى هذا الاشاره الجديده انه بيطلع ورقه جديده، وخلاص راح نتابع مع بعض نشوف لين ان شاء الله معاكم راح اجذرها بالتربه ان شاء الله. وكذي اصدقائي شفنا مع بعض المجموعه اللي موجوده عندي من انواع الدفن باخيه استهلت الرعايه والاهتمام، وشفنا النمو والاختلاف والاوراق وكل شيء جميل والتبرقش وكله وهذا، والحمد لله انهم يعيشون عندي وكثرت منهم واستانست عليهم، ولان هي دفن باخيه سهله الرعايه والاهتمام كثرت من الانواع والحمد لله كلهم جميلين في رعايتي. اتمنى لكم متابعه ممتعه ويوم سعيد، باي.